أنا بس بدي أسألك سؤال واحد. في مرة بالعالم كله بتتعامل مع جوزها بهي الطريقة؟ تتعامل مع مين؟ هذا اللي قاعد جوا مثل قفة الهم بتسميه جوز؟ جوز الجرابات أحسن. هذا اللي عم طعميه وشربه وشيله وحط له واصرف عليه بتسميه جوز؟ ولا أنت شو همك؟ قاعد ببيتك مرتك وولادك في خدامي عند أخوك. أنا ما حدا بيفكر فيني، ما حدا سأل عني كيف عايشة، كيف عم باكل، كيف عم دبر حالي. لك آخ آخ بس آخ آخ بس آخ. لك يا عيوني يا روحي، أنا بس بدي لك شغلة. الوحدة بس لما لا 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 لحظة لحظة لحظة، الله يخليك، ما بدي مواعظ ونصائح الأسبوع، ماني فاضية لك. ليك كالعادة ما بدي ذكرك، دواء المهدئ جنب التخت، حبتين الصبح وحبتين المساء بعد الفطور وبعد العشاء. إي وبالبرات في حواضر. أيوة يعني مثل العادة، كمان بدي أجي طعمي حواضر. لا والله كنت لازم أعمل لك إلك ولأخوك شيخ المحشي. ها هي السيارة إجت، أنا بكرة المساء برجع. لا تنسى ما تخليه يدخن أكثر من سيجارتين، المساء وحدة وبكرة الصبح وحدة مشان ما يحرق لي قلبي. ما مرة ولا مصيبة؟ عليك عليك عليك. صباح الخير. صباح النور. لو كنت عرفانة كنت كل يوم سافرت. كيف يعني والله ما بالك على الشوكولاتة ساحت. لا 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 تاكل. صحة وارطنيان صحة. طيب هذا أمام طيب. بإذن أنا لازم بروح بيت مشان بجيب أكل لمرته طبعا نانو مشان بيطبخ الأولاد. يلا السلام عليكم. بس قبل ما تروح حاسب عن الشاي. شو حاسب محمود؟ ما حاسب، أنت عزمتيني. لا أنا ما عزمتك غير على السحنة. احكي يا أبو لاي، هو عزمني ما هيك؟ شو يعني أنا بسوي هنا؟ بدك تدفع. بدفع؟ يا بدفع شو يعني؟ خايف منك؟ لا يلا شوف. يا لطيف، أنا الأستاذ زم بيته. أيوة. أبو لاي، بميتك دبري حالي يلا. دايما يلا باي. باي. السلامة. بس لا تنساه بكرة ها. دايما بيجي الشيطان. تعرف يا أبو لؤي، هذا الورطانيان لازم نلاقي له حل. شلون يعني؟ يعني ما بعرف، بس مو معقول تدفع عنه أنت كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. شو يعني نقلعه؟ لك ما نقلعه، ما نقلعه، بس ما عم يحس. لك لو كان فقير كان الواحد بيقول، بس هذا رجل مليء. تصور يجي من بيته على القهوة مشي، قال شو رياضة؟ هو لا رياضة ولا شيء، بخل بخل. بتعرف ابو محمود، يعني رغم مثل ما عم تقول بخله وطيلسته وكل هذا الشيء اللي بتحكيه عنه، بحبه ما بعرف لله بالله. رغم كل هذا الشيء بحس بحالي وقت بدفع عنه الفرنك بدفع وانا مبسوط. لك اخي والله وانا بحبه كمان، بس لازم يحس بقى، لازم نلاقي طريقه نخليه بقى يمد ايده على الجزار. ما بعتقد، لانه صعب كثير وهي المحاولات سوف تبوء كلها بالفشل. مرحبا سيد دمام. أهلين. السلام عليكم. أهلين أهلين أهلين. لا لا مو لا لا. مين؟ الله يسامحك بجاه النبي، معقولة ما أنك مسيف رقمي؟ أب مالك أنا ماجد أب مالك. أهلين أب مالك. أهلين. خير إن شاء الله. شو؟ ما شفناك اليوم؟ وليش شو بدي أجي؟ أنا مالي مسافر. مو مسافر؟ ليش ما بدك تسافر؟ والله يا أب مالك هذا قراري، أنا رح ضل بالبلد. ولك دخيلك ليش شو في بهالبلد؟ كتير عاجبتك هالقعدة؟ خيو كل واحد بينام على الجنب اللي بيريحه. عمي شو رأيك تيجي لعندي ونحكي؟ لا
لك ليش ولبك حالي واجي لعندك وانا مالي مسافر ويصير هذا الاخذ والعطا مشان شو يعني؟ يعني هذا قرارك النهائي؟ ايه خيو ايه، هذا قراري النهائي ومالي غيره. يا استاذ دمام اسمع مني وبلا لك وجعة الراس، احمل حالك وسافر. وجعة راس؟ ليش بقى؟ على جميع وعلى كل الاحوال، شو رايك تجي لعندي المساء على البيت نحكي لنا جوزين كلام على رواق؟ اوف، وشو المناسبة؟ اخي تعال عندي رح اورجيك شغلة وبعدها يمكن تسافر. شو هالشغلة؟ شي ما بينحكى على التليفون، خلص مثل ما عملنا، تعال عندي وبنحكي ساعتها على رواق. ايه، وامتى؟ المسويات على التسعة، شو عندها؟ ايه ماشي، فاضي، هات لشوف، دلني على البيت. أنا آسف بس مرة مو بإيدي يا ست الكل. قالوا لك ولا ما قالوا لك؟ لا والله، على شو؟ قالوا لك إنك بتشبه ربيع الخولي؟ لا والله، هي أول مرة. يضربوا، شو ما فيهم نظر. مين هدول؟ اللي ما قالوا لك. أنا اسمي جمعة. جمعة؟ إيه لا، أنت مو بس جمعة، أنت سبت وأحد وثنين وثلاثة وكل أيام الأسبوع. الله يعزك، تعرف تغني مثل ربيع الخولي؟ والله هيك بيقولوا. يا أنا قطعتك، يعني صوتك حلو مثلك؟ ما بعرف، انتي اسمعي وقولي لي رايك. ايه سمعني. ابو عبدو، شو سافرتي؟ ايه انا على الطريق. وليش ما رحتي بسيارتي؟ شلون بدي سافر وانا ما بعرف شو؟ لك صاي والله ما انتبهت للقصه هي. خلاص هلا بس ترجعي بدي امن لك شوفير مرتب مرتب وادمي. لا عندي واحد ظريف. مين هو؟ قرايبي، ما بتعرفه انت. قرايبك، ان شاء الله بتقبشيني انت وقرايبينك كلهم. اذا قرايبك خلص مو مشكله. بدك شي من بيروت؟ ايه والله اذا نعزبك جيبي لنا غلاكسي معك. ايه من عيوني، يا شو كبران سامري انت. عمرين مرتك، شلون بتصبحتي بالصبح؟ والله انا لسه ما جهزت. مهمة؟ ايه لهلا. ايه اريح لك. مش قدرت ليش متزوجة؟ ايه لا تقرب. لا اقرب؟ والله ما فهمت، شو قصدك؟ قل لي يلا الله، احكي لك بعدين. إذا بدك نمشي أنا جاهز ست الكل. ايه بس بدي أقعد قدام، قعدي قدام أكثر وأشرح. بس بدك تغني. ايه على عيوني. شرفه قلبي ما بده حياة، والله لنكيف يلا، ولا بده عمره بلا. لا 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 هيك 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 مشي بيغني غني. وبحد بالنسبة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة انا لا ماليش بدول، وماليش بالدمع لا لا ولا بالناس الشيالة. أنا قريت عن الثورة الفرنسية بالكتاب، بس هي أول مرة بشوف الفيلم. البصري أهم، هيك بحس، يعني لما تشوفيه غير لما تقري. لا والله أنا حسيت الكتاب أهم. عندك ياه؟ إيه عندي ياه.
وينه؟ محطوط بالمكتبة بالرف فوقاني، كل شي بقراه بحطه فوق. ايه رايحة بحش لك بمكتبتك. تفضل ايه. مرحبا يا حلوة. أهلين. شو هي عاجبكم الفيلم؟ والله يا ماما هالفيلم بيعبي الراس. شو هو؟ بجنن. بجنن. فهمت انه بجنن، بس عن شو عم يحكي؟ شو قصته؟ هلا هو عم يحكي عن ثورة الفرنسية. هي قصة قديمة، يعني بقرن 18، بس حلو كتير. لا من 17. مزبوط. خالي شو عرفه؟ وسنة 1789. صح هذا الحكي، انا خربطت. بس انت شو عرفك؟ كنت مدرسة تاريخ وكنت اعطي اعدادي وثانوي. عن جد؟ ايه عن جد حبيبتي. ام لؤي بدي احكي معك انتي. مدلين روحي روح شوي. لا شرط واحد، بدي بوس خالي ام احنا. حبيبتي تعي حبيبتي. اهلين يا عيوني. الله يطول عمرك، الله يرضى عليك يا رب. شوفي يا بنتي، أنا بدي أقول لك على شغلة، بس بدك توعديني وعد شرف إنك ما تقولي لا، هذا إذا بدك يعني يضل مرتاح. خير أم أحمد. توعديني؟ إذا بتكوني مرتاحة أكيد بوعدك. شوفي يا بنتي، أنا ست متقاعدة وعندي تقاعدية محرزة كتير. تقاعديتي أنا تقاعدية المرحوم جوزي، كنت حطهم بالبنك لمدة 20 سنة، ما كانوا يلزموني حبيبتي، بس هلأ حابة حطهم باسم أبو لؤي، منه بيصرف منهم ومنه أنا بصرف على حالي. أعوذ بالله، أبو لؤي لا يمكن. حبيبتي أنت بس قولي له، هو بيعرف ليش أنا حكيت. أنا بعرف أنه المحترم اللي عندك مو بحاجتي أنا، بس كل شيء له أصول. إذا بيعرف أبو لؤي بهالقصة بده يزعل كتير. حبيبتي بس أنت قولي له، إذا بدك أنا بقول له. لا والله أنا ما بقدر أقول له. حبيبتي الله يرضى عليك، أنت عملي مثل ما عم قلك، وأنا بعرف ما رح يزعل، وإذا بدك أنا بقول له. والله ما بعرف شو بدي أقولك. وأنا رح أوكله بسحب المصاري لكان ويقبض لي تقاعديتي كمان. تصفلي منك إله. هلا انت لا تقولي شي حبيبتي، انت دوريها بعقلك، بتعرفي ليش انا حكيت هالشي؟ مو مشان المصاري، مشان احساسي اذا بدك اياني ضل مرتاحه. اكيد اكيد بدي اياكي تكوني مرتاحه. مشان هيك جاي عبالي قوم اعمل فنجان قهوه اشربه انا وياكي. انا بسعويها. لا 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 حبيبتي لا لا يا بنتي لا تقومي، مو انت قلتي لي قبل شوي هذا البيت بيتي؟ خليني احس انه البيت بيتي. يا رب. شرفي مدام. يا رب انبسطنا بهالمشوار، تسلينا بوجودك يا ست الكل. على كل حال صار رقم المكتب عندك، امتى ما حبيتي انا جاهز. اي خدمه؟ ليش لوين رايح؟ راجع عالشام. يو طيب وانا بكره مين بده يرجعني عالشام؟ اذا هيك لازم تتصلي من اول الصبح على المكتب تحجزي السياره. وانا اللي مفكره انه بعد هالمشوار الحلو خلص رح تستنى معي. والله أنا بتمنى، بس مثل ما لك شايفة عندي شغل ولازم أرجع. لا لا تتمنى، خليها حقيقة، خليك معي. طيب أنا مو شغل؟ أكيد. وكل الشغل شغل؟ بالحقيقة لا، أموت بالحقيقة أنا. طيب مثل ما بدك رح يصير. شو حابة؟ أنا حابة إنك تروح تقعد لك بشي محل على الروشة هيك على البحر، تاخد لك كاسة شاي، أنا شي ساعتين ثلاثة عندي شغل بخلصها وبرجع على الأوتيل بخبرك. على راسي، ناطر منك إشارة. بس ليك عالروشة لا تطلع هيك وهيك. أيوة حلو الكزلوك بجنة. بس الكزلوك كلك على بعضك بجنة. يا على أطلبك. Bonjour, yeah,
سألين شهيرة خانو كأنك يعني تأخرتي حبتين مش هيك؟ هيك أنا قصدي مشان تشتاقولي. نحن دايما مشتاقين. في واحد سأل عنك شي 5 مرات اسمه ملحم. ملحم بركات؟ وهلا هو بالكافي شوب عم يستناكي، بتحبي خبره؟ ايه لكن عندي موعد معه. اوكي. مدام شهيرة وصلت، خبر السيد ملحم. غرفتي جاهزة؟ جاهزة ومن ما جميعه مثل العادي. والأرجيلة؟ على كيفك. يا عيني عليك. بس انت صايرة عم بتطولي الغيبة، شو القصة؟ اي خلص ما رح طول الغيبة. كل جمعة جمعتين بتشوفني عندك هون، بكرة بتشوف. بتشرفينا بأي وقت، الأوتيل أوتيلك، يا أهلين وسهلين. وين بتعمل شعراتك؟ الحمد لله على السلامة. ملحم بعد زمان. عاش من شافك. شو لابقت لك هالشيبة يا درسان؟ أحلى من شيبة أخوك. وأنت كبرانة بحليانة. حليانة إيه كبرانة؟ لا دير بالك. لا قصدي كل ما عم تكبري كل ما عم تحلي. ميرسي. الحمد لله على السلامة. هيك بيروت بتنسيك يا أنا، والله اشتقنا لك. هلا بيروت حلوة بس يعني نحن كمان لا تنسانا. ولو شهيرة عن طول أصل. شو رأيك؟ نشرب قهوة؟ ايه بنشرب قهوة، بس لا اطلع بغير ثيابي بنزل لعندك. طيب يلا عم استناك. يلا. يلا. صوت تاكسي، في حدا عم يتوجه، وابصر شو عم يصير تحت مثل بيت المجانين. وين؟ لك تحت عند بيت البنت الحلوه اللي ساكنه تحتنا. في حدا عم يضربها؟ لك شو حدا عم يضربها؟ عم اقول لك انه في زلمه تحت عم يموت وعم يكسر ويطبش حواليه ومعه واحد ثاني. يا زلمه مثل العصفوريه، صوات وتكسير وتطبيش، ما بعرف. يا لطيف، هل انت متاكد بان الاصوات عم تصدر من ذلك البيت؟ ايه متاكد. شو بدي اكذب عليك انا؟ لا لا، قد تكون متوهم. لو شو متوهم؟ عم اقول لك في زلمه كانه عم يموت تحت. لازم نحن نخبر الشرطه، في شيء مو طبيعي تحت، لازم نبلغ عنه. يا دعنا من المشاكل، دعك من الهاتف، ما دخلنا. لك شلون ما دخلنا؟ في قتيل رح يرتمي تحت. قلت لك دعنا من هذا الموضوع، ارجوك ما دخلنا. لك شلون ما دخلنا؟ لا تقوم تقع على شيء جريمه قتل تحت يا منير. يا كمال ارجوك خلينا بعيدين، ما دخلنا. لك شلون بعيدين؟ رح يرتمي قتيل تحتنا. يرتمي؟ نحن شو دخلنا؟ طيب ما لنا علاقه، بس على الاقل نحن لازم نبلغ الشرطه. في شي تحت مو طبيعي، اصلا لو انت سمعت الصوت اللي كان طالع من تحت كنت فلشت وابصر شو كان تساويت. ان شاء الله لا تتدخل، ارجوك يا كمال. طيب انت ليش خايف؟ انا يعني انت لك علاقه شي باللي عم يصير تحت؟ لك انا شو دخلني؟ ان شاء الله حل عني، انا شو دخلني؟ حلوا عني كلكم. الو. مرحبا شهيرة. نعم، يعني حتى لحقيني لهون؟ معقولة الوحدة حتى ببيروت ما فيها تنام؟ لا بس مشان عيد شو؟
هلا مشان هيك عم تفيقني من نص نومتي. شبه عيل ضايج كثير بده مهدئ، شو ساوي؟ أعطيه علبة المهدئ قدامك على الطاولة. صرت أعطيه 9 حبات وما كان يهدأ، شو ساوي؟ هالشي بعرفني، ربطه. ربطه؟ والله وحدة مثلك اللي بدها ربط. على فكرة أنت وحدة ما تستحي عن جد، لك بس احترمي حالك شي مرة. العمى بقلبك وبقلبه، إيه؟ جرب تحمل أخوك لشوف. إذا شو همك؟ معلش مشان تعرف قديش أنا هلكانة وتعبانة، تحمل لقلك. شهيرة بوس إيدك، عم قلك الزلمة رح يموت بين إيدينا. إيه شو ساوي لك؟ هلأ من هون من بيروت بدك كان يلاقي لك حال العمى. طيب 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 فاهميني هلأ أنا شو ساوي؟ لك شو بدي فهمك؟ يعني أنتي أنتي لما بتصير معه هيك حالة شو بتتصرفي؟ شو بتعملي؟ شو بتساوي؟ فول مقلق. شو بدي ساوي يعني؟ ضل بعطي دوا هيك ليهمر ليصير مثل القتيل. شهيرة انت عم تفهميني؟ عم قلك ضايج ضايج كتير وما عم يهدى، يعني يمكن يكسر الغرفة كلها. اي والله بكسر لك رقبتك ورقبته. يا ويلكن ها، يا ويلكن اذا بتكسروا لي شي بالبيت. لك يا عيب الشوم، بس يا عيب الشوم. شهيرة عم قلك الرجال رح يموت. لك انا اللي رح موت، حل عني بقى. يعني هلا بفهم من كلامك، ما رح تقولي لي شو اعمل انا؟ يلعي قلبك وقلبه. باي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يا بنتي، كانت الدنيا غير دنيا. لا كان في فريزرات ولا هالشغلات الجديده مثل الايام، بس كنا عايشين بالف خير. ستك الله يرحمها قالت لي انه نشتروا البراد لما كان عمري شي 7 سنين. معقول ماما؟ كثير تاخر البراد معناتها. كان في ناس عندهم براد، بس هدول الناس الميسورين. ستي كانت تقلي يعني هالحكي شي سنه 55 او 56 يمكن، انه يلي كان بهديك الايام يشتري براد كان يحطه باوضه الضيوف. اي معقول؟ شو كانت البيوت بلا مطابخ؟ بلا، كان في مطابخ لكان شو، بس كان مشان يشوف حاله بالبراد يحطه باوضه الضيوف. ستك كانت تحط الخبز والأكل بالنملية. بتصدقي؟ بتذكر هديك الأيام مع أنه كنت صغيرة، أنه الخبز كان يضل 3 أيام بالنملية وما يبات ولا ينتزع. شلون بقى؟ والله ما بعرف يا بنتي، يمكن الطحين هديك الأيام كان غير طحين، والخميرة اللي كانوا يحطوها على الخبز غير خميرة. إيش بيعرفني؟ بس بتذكر كنا نحط الخبز بالنملية ونسكر عليه. بس قصة البراد بغرفة الضيوف هي نهفة لحالها. شايفة هالسقيفة اللي بالمطبخ؟ إيه كانت مليانة أطرميزات الجبنة واللبنة والزيتون وكياس الرز والسكر والبرغل والعدس وشو بدي قلك وتنكات السمنة والزيت، خير الله كتير من ما جميعه. نحنا كمان أنا وأبوكي لحقنا شوي من أيام الخير، إيه بس مو مثل أيام ستك وجدك الله يرحمون. ها إجا أبوكي، هلأ اسأليه. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلين. يعافيك بابا. اسألي لأبوكي شلون كان يمول الزيت والسمنة وكل هديك الشغلات. صلى. إيه والله يا بنتي كانت غير الدنيا. طيب بابا شو صار لحتى تغيرت الأحوال؟ ما صار شي بابا، بس بدل ما نتقدم مكانك راوح، خليها لربك. والله غريب، ليش هيك صار فينا؟ هاي حكاية طويلة بابا، نحكيها بعدين. بس هاي قصة البراد بالصالون أحلى نهفة. مو بس البراد بابا، والتلفزيون كمان. بالستينات كان التلفزيون ما يجيب المحطات إلا عن طريق أنتين، كنا نجيب الأنتين نحطه على الأسطوح ونوصله بالتلفزيون. بتصدقي إنه في ناس كانوا يجيبوا الأنتين يحطوه على الأسطوح ما عندهم تلفزيون؟ وليش يعملوا هيك؟ منشان يشوفوا حالهم ويقولوا للعالم إنه عنا تلفزيون. نيالكم يا بابا على هالذكريات، ذكرياتكم حلوة كتير. إيه بكرة بتتجوزي وبصير عندك أولاد
وبتحكي لهم عن ذكرياتك. بابا؟ خير بابا؟ والله يا بابا اليوم توسوست من نزار. وليش بقى؟ شفت لك يا مانو قليل. شلون يعني مو قليل؟ كان عمي ابو قصي عم بيحكي عن ديونه اللي ما عم بيحسن يحصلها من حسن، اللي بتشتغل عنده جانيت. شهيرة شو صار معك؟ أنا تحت عم استناكي لتكوني نسيتيني. لا تواخذني أماني، بس كان بطني عم يوجعني، هلا هلا بنزل. طيب يلا بانتظارك. شلون نسيته لهاد أنا؟ إيش شو هالي دفتر؟ شو في هاللوحة مثلا؟ شو رأيك؟ حلوة، بس بقول لك الحقيقة يعني تلوينها حلو، عن جد حلو، بس والله ما فهمت شي منها. يا مدام، مو مطلوب من اللوحة أبداً إنه يكون فيها وسائل إيضاح. وهل في الحب وإيضاحه؟ شلون يعني؟ يعني اللوحات اللي بتهدف لتوضيح فكرة، مثل قصة أو تعليم طالب أو فكرة معينة، تندرج تحت اسم وسائل إيضاح. وهي اللوحات إما بتكون رسم واقعي أو مجسمات أو كاريكاتير. هلأ شو بدنا بهذا الحكي؟ أنا الرسمة إذا ما كان فيه هيك نبعة مي وشجرة وكم بطة عم تسبح وعصافير، إيه والله مانا طعمة ما حلوة. بتعرفي هي اللوحة اللي مو عاجبتك قديش حقها؟ عجزة، قد إيه؟ 5000. هاي معقولة 5000 ورقة؟ ورقة 5000 دولار. هلا هي ب 5000 دولار، إيش بدها؟ هي اللغوصة ب 5000 دولار. يا مدام هي مو لغوصة، مو لغوصة بنوك. هاي النقطة الحمراء شو هي تبع الهنود؟ هي مو مثل الهنود، هي يعني انه اللوحة مباعة، في حدا اشتراها. ومين هالأجدب اللي اشترى هيك لوحة؟ معناتها ما احكي لك على هديك اللوحة وقديش اشتراها، شو بتحكي؟ ها؟ هاي كمان نقطة حمراء. هلا هي الرسمة الممسوخة حققت هي مرتين، إلا هلا هي ممسوخة؟ ليك كمان في عليها نقطة حمراء، كمان هي من بعض يا مدام، هي أهم لوحة بالمعرض، يعني هي تعتبر تحفة، وفي كثير ناس لهم مرات هيك تحرق. لا عن جد مو معقولة. إيه قال اللي بيقول إنه أولادين العالم يعني هيك مجانين بيكون معهم حق. شو رأيك أعزمك على الغداء؟ إيه ماشي عزمني، بس ما بدنا نبعد المطعم لأني أنا تعبانة وبدي أفطر. يا ستو انتي قلتيها، رح اعزمك على المطعم اللي بنفس الاوتيل، منيح؟ ايه منيح، بس يكون شرقي. ايه وريهمك وريهمك. هي الامان ال وريهمك، اهلا وسهلا. اخي سعيد، هي الحالة ما بتجي نتيجة الحاجة للمهدئات. شو القصة لك؟ اخوك مدمن على شيء ثاني. ايوه. شيء ثاني مثل شو يعني؟ هلا ما بدنا نستبق الامور. أنا أعطيته كريت مورفين وما راح يفيق قبل بكرة الصبح. قلبه منيح، نبضه منيح، ضغطه منيح، يعني حاليا حالته مستقرة. دكتور أنا يعني لهلا ما فهمت ليش هيك صار معه. أنا بفضل إنه ناخده على المستشفى. إيه بس أنت قلت إنه وضعه منيح ومستقر، يعني شو في داعي للمشفى؟ معلش، لازم يضل تحت نظر الأطباء 3-4 أيام. وبالمشفى بنعمل له فحوصات وتحاليل عامة. وإن شاء الله ما يكون اللي ببالي. دكتور الله يخليك، أنا حاسك إنك مخبي شيء، يعني ريحني، اللي في ببالك شيء. أخي سعيد، هاي الحالة ما بتجي إلا لواحد مدمن على المخدرات. وإذا تبين بعد التحاليل إنه فعلا مدمن،
لازم ندخله على مركز معالجة الإدمان. مخدرات؟ يا لطيف على الفضيحة. ما هي فضيحة ولا شيء. إذا تبين هيك المركز بيستقبله بسرية تامة. المركز لا بيعلن عن أسماء المرضى ولا عن حالته. بعدين قبل ما تفكر بالفضيحة فكر بأخوك وبصحته. بس دكتور أنا اللي محيرني ومقرقني عن جد إنه يعني من وين بده يجيب المخدرات وهو مثل ما شفت يعني مصدوح ليل نهار بالتخت. هذا الشيء رح نعرفه منه بس يتحسن ويصير فيني أخذ وأعطي معه. بس هلأ خلينا نكسب إنه نايم وننقله على المستشفى. طيب يلا مثل ما بدك جاهزين. معلش هيك أحسن لأنه إذا أجدته هالحالة مرة تانية ممكن يروح فيها. أوف لهالدرجة؟ وأكثر. شكله أخوك صار له زمان عم يتعاطى. أنا مارر علي من هالحالة كتير. منيح اللي ما راح فيها. المرة الجاية إذا ما راح فيها ممكن كتير إنه يأذي حاله. لأنه اللي بتجي الحالة بيتصرف باللا شعور وباللاوعي. وما بيقدر خطورة الشيء اللي عم يعمله. ممكن يأذي حاله بدون ما ينتبه. رح أتصل بالإسعاف يجوا أخذه. طيب. مثل ما بدك. شو بدك نساوي منساوي؟ مرحبا أنا دكتور فراس. أعطيني الإسعاف لو سمحت. ماشي عبد حط لي الآلة هون لأشوف. تكرمك. لا هلا بدي اياك نصصها افقيا عموديا ترفع لي اياها سنتي من هون وسنتي من هون. ماشي ماشي تفهمنا. الله يكرمك. بلش اشوف. تمام هزار زين عمي ابو قصي تفضل هاي ال 100,000. ايه الله يعوضك يا رب. ان شاء الله تزبط. لا اكيد بتزبط عمي. انا نزلت على السوق وعديت بضاعته وعرفت كل المحلات اللي بوزع لها. ايه بس يعني هلا عمي اذا ما زبطت بيروحوا ال100,000. الله يسامحك يا عمي بقصي. شو ما تزبط اكيد رح تزبط. دارسها بالشعره. بعدين نحن عم نشتري البضاعه بحقها وهي بضاعه نخب اول ممتازه ولو طابع عندك هون بالمشغل. معك حق يا سيدي. الله يوفقك. إيه سعيد غديته؟ لا والله ناطرينك. شو جاب على اي شيء اي شيء. شو بدك لهذا جاهزي جزمز الاكل اللي بتحبه انت لك من عيوني. لعيونك عمي. احلى معلم نزار. الله يخلينا اياك. لك عبد شو قلت لك انا ليش عم اشتغل؟ يا الله السمك شو طيبين. صار لي اكثر من شهر يمكن ما اكل سمك. صح وانا ايون ما بحب اكل السمك بالخبزه بحبه حاف. وانا مثلك حتى بدون شوكه وسكينه. وانا مثلك بس انه هذا في ليه فلازم شوكه وسكينه. مزبوط. ما قلتي لي شو رايك؟ شوف هلا بيع الاواعي الجاهزه بيوفي اكثر. معقول. انا قلت لك هذا الحكي بعدين ارباحها خياليه. ايه بعرف بس انا عندي مشكله. خير مشكلت شو؟ هي شغله البيع والشراء بدي رجل مكسوره. شهيرة ما عم بفهم عليكي. شو يعني رجل مكسورة؟ يعني المحل لازم يبقى فيه الواحد دائما ما يفارقه ولا لحظة. كلامك مزبوط. وين المشكلة؟ مشكلة انه انا عندي بالبيت بلوة وبدي من ينطرها. بلوة شو؟ هيك مشكلة كبيرة مو مشكلة. لا تشغل بالك شهيرة. اذا في شي قولي لي مستعد ساعدك. مو محلتة مو محلتة. على راحتك. انا حبيت اخرب بس ما بتقصر. نيت هلا في محلات مذكره جاهزه ما منيح اذا بنلاقيها بتكون خص نص لهالشغله. في محلات كمان كاتبين برا برسم التسليم. انا بحكي مع ماجد بركي هو بيساعدنا بلاقي لنا محل. لحظه لحظه انا ما بدي اخي ماجد يعرف ابدا انه انا وياك شراكه. وانا كمان ما بدي اياه يعرف اصلا هو شو دخله. انا بلاقي المحل. ايه بس لازم تحط لي بالبنك مصاري ما؟ هلا من الناحيه لا تاكليها. انا راح اعطيكي مصاري بس تلاقي محل ويعجبك فورا تدفعي للعبود وبتخبريني بالتليفون بيجي لعندك على الشام وبنكمل حقه. مو لازم نعمل عقد؟ اكيد
إذا بدك بكرة بنعمله. أنت بكرة إمتى مسافرة؟ بعد الغداء. ليش؟ في محامي هون صاحبنا، منروح أنا وياك اللي عنده الصبح نكتب العقد بيناتنا. وليش هون؟ أنا سورية وأنت سوري، نعمله بالشام. عبدك العيد، خلاص بعد بكرة بنزل على الشام نعمل العقد هناك، وبطريقة بشوف أخي ماجد وفرد مرة بحط لك المصاري كلها بالبنك. هيك أحسن شيء. اتفقنا. عفوا لو سمحت، بتحبي الفواكه ولا الحلو أكثر؟ فواكه، هف نفسي على الفواكه. بس هون الحلو أطيب، ها بيقدموه بطريقة غريبة. لا حاجة فواكه، ناكل حلو قاعد مواجهة. طيب بعد إذنك نظف لنا الطاولة وجيب لنا صحن فواكه. كمان إيه معلم، جات فواكه تاني كمان لعندي على الأوضة، وجات حلو لأنه فوق ما عندي حلو. ما بعرف ليش إذا مو كل يوم الصبح هيك فتحت عيوني على جات فواكه، بحس كل يوم هيك ما هيك بلا طعم. والله يا شهيرة العز بالبالك. ليش العز بالفواكه؟ العز بكل شيء. يا منية يا منية، خير خير. تعال تعال شوف سيارة الإسعاف، يمكن جايين ياخذوا الزلمة اللي ساكن تحتنا. مين هو؟ لك هذا المجنون، يمكن الصوت اللي سمعته كان صوته. مجنون؟ ايه هذا المجنون، سأل عليه حسان. شو عرف حسان؟ لو شفته أنا وحسان على الدرج عم ينزل ويطلع مثل المجنون، كان عم يحاول يظبط نزلته، ينزل درجة ما تعجبه يرجع يطلع، ما تعجبه طلع يرجع ينزل. لك عمل أكثر من شي 20 مرة ما كانت تزبط معه النزلة، لوقت ما إجت مرته فوتته على البيت. مرته؟ لك إيه مرته، هي البنت اللي ساكنة تحت الحلوة، ولا مرة شايفها؟ لا لا، لم أرى جميلة في البناء. يا محمد إذا بتشوفها يا منير بتطير العقل. اسكت اسكت، لا يجوز أن تتكلم عن المحصنات هكذا. والله إذا بتشوفها شي مرة لتطير لك ضبانات عقلك يا موني. حتى وإن رأيتها لن يطير عقلي مثلك. الله يعين المرء عليه، هالزلمة مجنون نظامي باينته. هل أنت متأكد بأنها زوجته؟ يعني قد تكون شقيقته؟ لا، مبينة مرته، أنا سمعته عم يقلها إيه حبيبتي هو ونازل. وهي ماذا قالت له؟ شلون يعني؟ يعني عندما خاطبها حبيبتي ماذا فعلت؟ كبسته بهدلة وسحبته على البيت مثل الخرقة العتيقة. وانت شو اللي عم يضحكك؟ لا شيء لا شيء. سلامتك سلامتك يا عم. الله يرضاك يا عيني، الله يخرب بيته اللي كان السبب، والله انك ادم، الله يشفيك ويعافيك يا رب. ولا يخرب، ادعوا له ادعوا له بالشفاء، ادعوا له. يلا كل واحد على شغله، كل واحد على شغله، كل واحد على شغله. لك الله يغضب عليك بغضبه، بشكيكي للي عينه ما بتغمض ولا بتنام، يا بنت الحرام يخرب بيتك، الله يخرب لك من يا الله بلادك. يا وسيم الله يرضى عليك يا ابني، انا نازل على السوق جيب كم غراض وصلهم على البيت، ماني راجع لهم، دير لي بالك هالمحل. لا تعذب حالك ماني، انا براسي بنزل بجيب لك اياهم. لك يا بابا اذا انت بدك تجيبهم مين بده يقعد بالمحل، خليك بشغلك الله يرضى عليك. مرحبا عمو ابو الاي. اهلا وسهلا يا عمو. شو ما عرفتني؟ والله يا عمو ما عرفتك، يعني العتب على النظر، ممكن تذكريني؟ انا بنت ابو سعيد اللي كنا جيرانكم بالبنايه القديمه. يا ميت اهلا وسهلا، كيفك؟ كيف اهلك؟ كيف ابوك؟ اخواتك؟ ان شاء الله الكل بخير. منيح الحمد لله، كلهم بخير ويسلموا عليك. ميت اهلا وسهلا، امريني. بدي كيلو بوزع حليب. كمان مصاري؟ الله يسامحك، رجعيهم على جيبتك. ما بصير يا عمو. مين قال ما بصير؟ الله يسامحك، انت واهلك غالين علينا كثير. وسيم الله يرضى عليك يا بابا، جهز لك كيلو على حليب وكيلو مشكل كمان. مشكل عنا كيف ظريف، نوع جديد وفي طرنشات كيوي، قلينهم لأهلي عمو قبل أي اشتهى لكم ياهم. والله ما في داعي تعذب حالك. وغالية كتير. وسيم الله يرضى عليك، قبل ما تسكر شو بزيد عندك بوزة كالعادة تأخذهم توزعهم. ايه
سلمي على اهلها كثير. الله يسلمك. طيب وانت كم ولد عندك؟ ما عندي. يا ستي الله يطعمك. مبسوطة مع جوزك؟ أنا جوز؟ هي نفس الجواز اللي متجوزتها أنا.